طيب سيادتك للتاريخ، يعني هل بالفعل تم استبعادك من المحكمة بسبب ما خاطبت به الرئيس الراحل بأنه لم يكن دكتاتور؟ ليش حاول يقابل صدام حسين؟ صدام حسين دكتاتور معادي للشعب الكردي كما يقال. لا أنت ما دكتاتور. نعم مو دكتاتور، لم تكن دكتاتور. حضر لي رئيس المحكمة، خبرني بأنه رئيس مجلس الوزراء يطلب مني أن أخذ إجازة. السيد نور المالكي قلت له وجه لي كتاب رسمي حتى أخذ إجازة. قال أنا ما أنطيهش، بلغني. بعدين اجتمع مجلس الوزراء وقرر نقل القاضي عبد الله العامري إلى مجلس القضاء. أنا ضحكت يعني الحقيقة من شفت الخبر، لأن مجلس الوزراء ليس له صلاحية في نقل القاضي عبد الله علوش العامري إلى مجلس القضاء، مو من اختصاصه. وهذا الخبر لا أحد يعرفه غير أحد القضاة من المحكمة الجنائية العراقية العليا. وهذا السر، ولأول مرة أكشف عنه أمام الإعلام. وكان التقرير السري أنه يشيدون أن القاضي الوحيد الذي يمكن أن يكون يصلح قاضي دولي.